يحتفظ التاريخ في سجلاته للبررة من أبناء هذا الوطن، تضحياتهم في سبيل استرداده من براثن مستدمر غاشم. ويقف التاريخ باحترام لصور الاستبسال لهذا الشعب الأبي الذي وقف أعزلاً إلا من إيمانه بصدق قضيته ويقينه بنصره أمام آلة الموت والدمار التي أعملها العتاة الغاصبون، مقدماً من أبنائه قوافل من الشهداء إلى أن تحقق الوعد وعلت راية الحق مرفرفة على أرض الجزائر الحرة المطهرة. تشهد هذه الأرض الطاهرة المطهرة للشباب من أبنائها منذ الاستقلال ببرهم لها وحملهم لواء بنائها وتعميرها ورسم معالم الوطن الحر السيد بإمكاناته ومؤسساته، وكذلك بتطلعاته نحو الأفضل تطوراً ورقياً وسؤدداً كما تمناه وضحى في سبيله الأبرار من الشهداء. إنكم تدركون أيضاً مساهمتكم في تمجيد تاريخنا الوطني، لأنكم من سلالة الشهداء والمجاهدين تسيرون وتسيرون على نهجهم وتستحضرون المبادئ والقيام التي ورثها الشعب الجزائري عنهم وحمى بها وحدته وتماسكه أمام المكائد والمناورات التي استهدفت وما زالت تستهدف الأمة. وإننا في هذا الظرف الذي يستدعي تضافر جهود كل الإطارات وكل الأطياف من كل المشارب لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية أمام ما يواجهنا من تحديات إقليمية صعبة ورهانات دولية معقدة، نراهن بكل ثقة على شبابنا الذي تشق به الجزائر طريقها إلى الرفعة والسؤدد. الجزائر التي آمنت بقدرة أبنائها على بنائها ورهنت على وفائهم المتأصل لوطنهم وتشبعهم بقيمه وإيمانهم الراسخ بمصلحته العليا، استطاعت في كل مرحلة توفير الأطر الملائمة لتوحيد جهود المخلصين من أبنائها وبناتها وتوجيههم نحو المساهمة في إنجاح مشاريع البناء والتطوير الوطني. ولازالت إلى اليوم ترى في شبابها ثروتها الحقيقية وعماد مستقبلها المشرق وضامن أمنها ووحدتها. لقد أكدت في أكثر من مناسبة على أن العامل البشري يبقى دوماً وبصفة كبيرة يمثل أساس كل تفوق وأساس كل نجاح، وأنه مهما بلغ المستوى التقني والتكنولوجي للتجهيزات ومختلف منظومة أسلحة تبقى كلمة الفصل والحسم في أيدي من يحسن استعمال واستغلال العتاد الموجود في الحوزة. مع نسائم كل صبح تشرق الشمس لتضيء هذه الأرض المباركة الأبية، أرض الجزائر الطاهرة، أرض الشهداء الأبرار، أرض ستظل دوماً عصية على المعتدين، لينة في يد بناتها من أبنائها، عزيزة على قلوبهم وأفئدتهم إلى يوم يبعثون. تشاهدون في هذا العدد من حصة وعقدنا العزمة الحدث ممثلاً للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية لحضور الطبعة 13 من معرض الدفاع والأمن. السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يواصل زياراته التفقدية والتفتيشية إلى مختلف قيادات القوات.
ركن من الميدان، وحدات من الحرس الجمهوري تقوم بتنفيذ تمرين تكتيكي مشترك بالرماية الحقيقية مع سرية تابعة للفرقة 12 للمشاة الميكانيكية. ركن من تاريخنا يتطرق لدور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية. المرأة الجزائرية مسيرة كفاح وشرف. بدعوة من اللواء أروي شاغاس ميسكيطا أمين منتجات الدفاع البرازيلي، قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية لحضور كممثل عن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني فعالية الطبعة 13 من معرض الدفاع والأمن لاد 2023 والذي تم تنظيمه بريو دي جانيرو في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أفريل 2023. الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوة المسلحة البرازيلية مكنت الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل شارك السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في مراسم افتتاح معرض لاد 2023 للدفاع والأمن، وهو المعرض الذي يعد الأكبر في أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع، حيث شاركت في هذه الطبعة أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة. على هامش حفل الافتتاح التقى السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي برئيس هيئة الأركان العامة للقوة المسلحة للمملكة العربية السعودية الفريق أول ركن فياض بن حمد الرويلي، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية. السيد الفريق أول السعيد شنقريحة كانت له كذلك عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في هذا المعرض، كما عقد جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات أمبراير، كما طاف بعدها ببعض أجنحة معرض لاد 2023 قصد الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة الأسلحة ومختلف الصناعات العسكرية. في اليوم الثالث من زيارته إلى البرازيل استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة من قبل وزير الدفاع جمهورية البرازيل الاتحادية السيد جوزي موسيو مونتيرو. خلال هذا اللقاء سلم السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لوزير الدفاع البرازيلي رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني، موجهة لنظيره السيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، مبلغا إياه تحياته الشخصية ولكافة الشعب البرازيلي. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أكد أن السيد رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للديناميكية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البرازيلية في كافة القطاعات وبالأخص في مجال التعاون العسكري، كما أكد أن حضوره لمعرض لاد 2023 دليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير تعاونها العسكري مع أحد بلدان البريكس الممثل في البرازيل من أجل إقامة تبادل صريح وبراغماتي بخصوص إرساء تعاون عسكري جزائري برازيلي واعد ومثمر لكلا البلدين. زيارة وتفقد مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، التواصل الدائم والمستمر مع الأفراد والمستخدمين والإنصات لانشغالاتهم هي نشاطات دأبت عليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي خاصة في شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الذي وجب فيه مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات وكذا الرفع من درجة الجاهزية واليقظة وكذا المردودية العملياتية للأسلحة. وهذا ما حرص على تأكيده السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال مواصلته لسلسلة زيارته التفقدية إلى باقي قيادات القوات.
السيد الفريق أول السائد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبعد الزيارة التي قادته إلى قيادة القوات البرية واصل نشاطه أيام الرابع والسادس والثامن من شهر أفريل 2023 بزيارة كل من قيادة القوات الجوية، قيادة القوات البحرية، وقيادة الدرك الوطني. بقيادة القوات الجوية التقى السيد الفريق أول بإطارات وأفراد قيادة القوات الجوية، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات القوات الجوية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحسن المزاوجة بين العنصر البشري المؤهل والكفء من جهة، والتجهيزات الحديثة والطائرات العصرية بمنظومات أسلحتها ذات التكنولوجيا العالية من جهة أخرى. السيد الفريق أول أشاد أيضا بطياري القوات الجوية وأعضاء أطقمهم الذين كرمهم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نظير القدرات الفائقة والمهارات الرفيعة التي أبدوها خلال تنفيذ مختلف المهام الموكلة لهم. فالرفع من المردودية القتالية والعملياتية لسلاح الجو لدينا هو المطلب الملح الذي يتعين على مستخدمين في القوات الجوية، كل في موقع عمله ونطاق تخصصه، بأن يجعلوا من تحقيقه صلب اهتماماتهم ومحور انشغالاتهم، وأن يتفانوا في سبيل ذلك ويبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق السيطرة التامة على أجواءنا والتكيف المتواصل مع مستجدات الحروب الحديثة المتسمة بالاستعمال المتزايد للمسيرات بكل أصنافها وأنواعها. وعلى ذكر التفوق وحسن أداء المهام، فإنه لا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه والإشادة بالطيارين وأعضاء أطقمهم الذين كرمهم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قبل أيام قليلة نظير القدرات الفائقة والمهارات الرفيعة التي أبدوها خلال تنفيذ مهامهم. في ختام اللقاء استمع السيد الفريق أول لتدخلات واقتراحات الإطارات والمستخدمين الذين جددوا التأكيد على ولائهم اللامحدود لوطنهم الجزائر. إثر ذلك تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا قدمه قائد القوات الجوية حول مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات، حيث أسدى السيد الفريق أول بهذه المناسبة جملة من التعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة الحرص على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقا للخطط والبرامج المقررة، مع السهر على الصيانة الدورية والاستغلال الأمثل للطائرات والوسائل الكبرى الموجودة في الحوزة. أما بقيادة القوات البحرية، ألقى السيد الفريق أول كلمة توجيهية بثت إلى كافة مدارس ووحدات القوات البحرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن الجيش الوطني الشعبي قطع خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة. لقد قطعنا في الجيش الوطني الشعبي خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف، جيش يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة في زمن أصبحت فيه هذه الأخيرة بكل معانيها وأبعادها ومظاهرها هي الضمان الأكيد لتحقيق السيادة الوطنية وفرض وجودها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق حرصت القيادة
العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة، عملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان. السيد الفريق أول أشار إلى أن اقتناء طواف أعالي البحار المتصدي يندرج ضمن استراتيجية مدروسة تهدف لتحديث وعصرنة الأسطول البحري الجزائري، وبالتالي الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي. كما كان للسيد الفريق أول لقاء بإطارات القوات البحرية، أين تابع عرضاً شاملاً قدمه اللواء قائد القوات البحرية، تضمن مجمل الجوانب المتعلقة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بقيادة القوات البحرية، لا سيما في مجال جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد، وكذا صيانة الأسطول البحرية. إثر ذلك تنقل السيد الفريق أول إلى القاعدة البحرية بالجزائر، أين أشرف رفقة اللواء محفوظ بن مداح على تدشين طواف أعالي البحار المتصدي، وكذا تفتيش ومعاينة هذه السفينة الجديدة التي تدعمت بها قواتنا البحرية. السيد الفريق أول طاف بمختلف أقسام السفينة واطلع عن كثب على جميع أجزائها، واستمع لشروحات وافية حول مهامها ومكوناتها وخصائصها قدمها له قائد المتن وكذا أعضاء طاقم السفينة. بهذه المناسبة أسدى السيد الفريق أول تعليمات وتوجيهات لقيادة وأعضاء طاقم الطواف أعالي البحار المتصدي تتعلق بضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله بالفعالية المطلوبة. وبدورهم عبر أعضاء طاقم السفينة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية للأسطول البحري للقوات البحرية الجزائرية. في ختام الزيارة أخذ السيد الفريق أول صورة تذكارية مع التشكيلة الأولى للطاقم السفينة. تنفيذ لاستراتيجية عصرنة قواتنا البحرية وبغرض تعزيز منظومتنا الدفاعية لحماية مجالنا البحري الخاضع للسيادة الوطنية الذي تهدف إليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم تدعيم أسطولنا البحري بالسفينة الحربية طواف أعالي البحار المتصدي رقم المتن 940. هذه الوحدة تعتبر مكسب جديد لقواتنا البحرية الجزائرية التي تسعى دائما إلى بلوغ أعلى درجات الاحترافية والجاهزية العملياتية. وبقيادة الدرك الوطني عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى كافة وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشاد فيها بالأدوار الحساسة لسلاح الدرك الوطني لا سيما في ظل الظروف غير العادية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله
الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. الوطني، لا سيما في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية. السيد الفريق أول حذر أيضاً من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته، حاثاً مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن. السيد الفريق أول أكد كذلك في جملة من التوجيهات والتعليمات على ضرورة تكثيف اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي ضماناً لتأمين ربوع وطننا وحدوده. فضلاً عن العمل بالتنسيق مع زملائكم في مختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي لمواصلة بذل جهود أكثر والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر لإفشال كافة المؤامرات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التأمين التام والشامل لمختلف مناطق الوطن وحدوده لمصلحته العليا. في الآخر أول لقاء مع إطارات قيادة الدرك الوطني، حيث تابع في المستهل عرضاً شاملاً قدمه قائد الدرك الوطني تضمن حوصلة شاملة عن مختلف نشاطات الدرك الوطني، لا سيما المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وحماية الحدود الوطنية، وكذا الجوانب المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القيادة الحساسة. تشرفت قيادة الدرك الوطني هذا اليوم بزيارة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مقر قيادة الدرك الوطني، والتي تتزامن مع شهر رمضان المعظم، حيث تابع مستخدمي الدرك الوطني كلمة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما استمعوا إلى تعليماته السديدة من أجل خدمة الوطن والمواطن ومحاربة مختلف أشكال الجريمة بكل أنواعها. تنفيذا لبرنامج التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية، وبالميدان الأول للرمي والمناورات بتعظميت، أشرف السيد اللواء قائد الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية رفقة رئيس قسم الحماية والتدخل بقيادة الحرس الجمهوري يوم 10 أبريل 2023 على تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك بعنوان مجموعة سرايا المشاة في الدفاع عن نقطة حساسة. فكرة التمرين تضمنت إنزال مجموعة استطلاع وتخريب على مستوى نقطة حساسة لغرض القيام بأعمال تخريبية معادية، أين يتم إقحام وحدة فرعية من الفوج الآلي الرابع للتدخل بهدف تدمير الجماعات المعادية وتطهير النقطة الحساسة.
لتأتي المرحلة الثانية من التمرين والتي شملت تدخل سرية من الفوج 31 للمشاة الميكانيكية بغرض إسناد الوحدات الصديقة في تدمير الأهداف المعادية وضمان تأمين النقطة الحساسة. مراحل التمرين اتسمت في مجملها بالانسجام بين أطقم السرايا والفصائل المشاركة، ناهيك عن التنسيق المحكم بين القادة والمرؤوسين، وكذا السرعة والخفة في المناورة بالقوى والوسائل، والتحكم العالي في الأسلحة العصرية الموضوعة في الخدمة، ما ينم عن جاهزية وحدات مختلف أصناف القوات في تنفيذ الأعمال القتالية المشتركة. هذا التمرين أكسبنا تبادل الخبرات بين الأفراد والتنسيق الجيد بين أصناف القوات أثناء تنفيذ التمارين وتحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ الأهداف المرجوة. تم إبراز التنسيق العالي وتنظيم التعاون بين الوحدتين الفرعيتين من أجل تنفيذ الأعمال القتالية المشتركة بين أنواع وأصناف القوات في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والصراعات الجيوسياسية التي يعرفها العالم. تزامناً والذكرى 50 لإنشاء المصلحة الوطنية لحرس السواحل، نظمت قيادة القوات البحرية خلال يومي 2 وال3 أبريل 2023 أبواباً مفتوحة على المصلحة الوطنية لحرس السواحل على مستوى المجموعات الإقليمية الخاصة بالجزائر، الناحية العسكرية الأولى، وهران الناحية العسكرية الثانية، وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، وبهدف إطلاع الزوار من سلطات مدنية وعسكرية ومواطنين على مدى جاهزية المصلحة الوطنية لحرس السواحل لأداء مهامها في حماية الحدود البحرية ومكافحة الجريمة في البحر، أقيم للزوار ورشات وأجنحة تم إطلاعهم من خلالها على الدور الذي تختص به وحدات المصلحة الوطنية لحرس السواحل وعلى التجهيزات النوعية والمتطورة المستخدمة في ذلك. كما أقيمت لهم زيارات لعدد من وحدات التدخل البحرية والجوية التي تحوز عليها المصلحة الوطنية لحرس السواحل. إن تنظيم هذه الأبواب يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف وتقريب المواطن من مهام المصلحة وتمكينه من أخذ فكرة عن مختلف مصالحها ووسائلها. الإقبال على المعرض المنظم من طرف المصلحة الوطنية لحرس السواحل كان كبيراً في المجموعات الإقليمية الثلاث، حيث أبدى الزوار إعجابهم واعتزازهم بالقفزة النوعية التي حققتها القوات البحرية على مختلف الأصعدة. الحرس السواحل دارت هذا الحاجة هذه اللي تتمكننا بلي نجيبوا الأطفال يشوفوا واش كاين في هذه البواخر، دخلنا وضحونا أمور اللي ما كناش نعرفوهم، شفنا على الانتيريور تاع البواخر واش كاين كوم لي زانسترومون واش عندهم وكذا، وكيفاش يتم عمليه الانقاذ، كيفاش المساعدات البحريه. حاجه مليحه لنا وتعلمنا بزاف حوايج باش نشوفوا الماتريال اللي عندها القوات البحريه وحرس السواحل. ما شاء الله راه في تطور وان شاء الله الاحسن افضل، وعجبنا الحال على كل حال. جئنا هنا لزيارة معرض حرس السواحل بهدف الاطلاع على كيفية التنسيق بين الواحد بين حرس السواحل ومعرفة الوسائل التي يتم استعمالها من قبل الوحدات البحرية. بعد وشفت في هذا المعرض الخاص بقوات حرس السواحل زدت شجعت باش ننضم للقوات البحرية، إن شاء الله يتحقق الحلم تاعي. إن تنظيم مثل هذه التظاهرات يندرج ضمن سياسة الانفتاح على الجمهور التي يتبناها الجيش الوطني الشعبي والهادفة إلى مد جسور التواصل مع المواطنين وتعزيز العلاقة جيش أمة، وأيضا فرصة مثالية لإطلاع المواطنين على مدى احترافية الجيش الوطني الشعبي وكفاءة أفراده وإطاراته. تنفيذا للمخطط السنوي للاتصال المتعلق بالنشاطات الثقافية والعلمية وإحياءً لذكرى يوم العلم المصادف للسادس عشر أبريل من كل سنة، نظمت الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين في الفترة الممتدة بين التاسع والسادس عشر أبريل 2023 فعالية الأسبوع الثقافي الذي يشمل على العديد من النشاطات العلمية والثقافية والترفيهية.
يهدف هذا الأسبوع الثقافي والمتعلق أساساً بطلبة ومتربسي الأكاديمية إلى تعزيز قيم المواطنة ودعم قيم الولاء والانتماء وإبراز دور العلم في النهضة الفكرية وأهميته في تنوير العقول والقضاء على الجهل والأمية، إضافة إلى إبراز المواهب العلمية والفكرية والفنية للطلبة الضباط العاملين المشاركين في مختلف النشاطات على غرار المسرح، الشعر، الموسيقى والمسابقات الفكرية والثقافية والروبورتاجات المصورة. هو يوم الجد يوم الرزق مهلاً، ها هنا أقسامه عنت جنانا، من أراد العلم شمر بثبات، واهجر الجهل إذا الجهل طغانا، رب طعم يأخذ العقل به، منه ارتقاء ورجاح لا يهانا. إن أردتم كسب علم فاقصدوها، قلعة العلم بشرشال يقينا. إن تنظيم مثل هذه التدهورات الثقافية والعلمية يهدف بشكل أساسي إلى خلق فضاء يسمح فيه بتبادل المعارف والمكتسبات العلمية بين الإطارات والأساتذة والطلبة الضباط العاملين بالأكاديمية. الأسطورة حواء الجزائرية، ابنة الجزائر الثائرة والمناضلة، ملهمة النساء عبر العالم، يتحدث عنها التاريخ منصفاً فيقول أنها كانت القاعدة الخلفية للثورة، ناضلت بعنف وقاومت بشجاعة، وقفت جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل عبر مختلف مراحل الكفاح. اختلفت أدوار ومشاركة المرأة في الثورة وتعددت صورها المشرفة، مجاهدة في ميادين القتال، فدائية في المدينة، ممرضة ومعلمة، كانت قلعة للصمود وخزانا للوطنية، كانت خدمنا السلاح، خدمنا القش، خدمنا الجرناد، خدمنا العجب، وصلنا للسلعة، وصلنا للكسرة، وصلنا للدقيق، وصلنا كل خير موجود، كل خير دينيه. الناس عادت تنحي شي حوايج تاع الذهب وتبيع وتزيد. فراسا ما خلت ما ندير. درت لي ما تنديرش. الدور اللي قامت به المرأة الجزائرية معجزة أثناء ثورة التحرير. والشجاعة نتاعها مهاني غرارة اللي قلت لك 15 خطرة بعثتها للقنطرة تجيب البريد وترجع وتجيب لنا المون. القنطرة مصونة بالجزارنة تاع فرنسا باش تدخل باش تنفس ندخلوا على السكة الحديدية باش ندخلوا للقنطرة. كي ندخلوا نلقاو النساء مسجين، النساء اللي ديرنا التريكوات بنجمة وهلال وديرنا للقشاشب ويخبيو فينا ويجيبوا لنا البريد. المره قلت لك نزيد نكررها الخامسه الحشيشيه دارت لي الكازمه فوق الطريق. كي نوصل ندخل تم نخدمو خدمتنا، نجيبوا الاشتراكات تاعنا، نجيب كلش تاعنا،
وهما قايمين بينا ساهلين حتى نخرجوا. الخلف خدمت سجيد انت الخلف اللي يطلع المقمة تعاون إيثو خاميو العام المقمة تعاون إيثو خاميو بالماكلة مشير القديش مرة. كانت الأم التي صارعت غريزتها وبعثت فلذة كبدها للجهاد، كانت أماً تنجب وتربي الأبطال، أماً ترضع مولودها لبن الحرية فتصنع منه مجاهداً فداً. كانت الزوجة والأخت التي تخلت عن سندها لتحيا الجزائر. عذبت المرأة الجزائرية أثناء الثورة وانتهك عرضها لأنها قاومت وناضلت ضد الاستعمار. رينوثينا السي ينبوس أرضك وهدين دي أثي يرفع أثاري دي قالت باتين ورمدي شوص هيرني نغرسنا هات تفشين هات هات ينبوس أرضك يجنا يجحش أكذا يعبوش يجلقون وقدين وعقد الخبر الصحيح ويران في الساعة البرجمة يا رافد صادني محرم في خفين وبدأت تقدر غيرين الساعة تقدر غير فيتي تقدر جرح يعني تقدر خن وكل زفتخ تعزبنا واحد العلابة وش نقولك ما عندوش المثل يجيبوا البيكيات يديروهم اللي منا ويرقدونا في اللوحة ويحسقونا رجلينا هكذا ويديرونا في الترسيتي نحوض نزعبط والعود هذاك البيكي يأكل منا دمي صرصر من دمي صرصر. داوني الدوزيام بيرو في واسمو الدوزيام بيرو في بليدة داوني فما عذبوني فما عذبوني بزاف عذبوني بالتريسيتي ديرو هذه داروا لي ويرميوا علي الماء عذبوني بزاف. آثرت قضية الوطن على نفسها فتحملت الحزن والقهر والعذاب وأطلقت زغرودة تجحف الهمم وتغذي العزائم، زغرودة على صداها زفت المرأة أباً وابناً أخاً وزوجاً في سبيل الحرية، وامتزجت المتناقضات الاعتزاز الصبر الفرحة والانكسار. قصص تروى للأجيال وأساطير سجلها التاريخ الذي يقول بين السطور أن المرأة الجزائرية كسرت شوكة وجبروت فرنسا الاستعمارية.